هو ده
اصل اللي هو يا جماعه عباره عن اوبليتريتد امبرايكال بين، عشان كده هو ماشي في الفلسفون لانه جنب الامبرايكس. خلاص بيمشي لي، ركز معايا في اللي هقوله، بيمشي كده 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 وبعدين يسيب الفلسفون ويكمل على الانفيو سيرفيس او سليبر. يعني سيادتك احنا تخيلنا من شويه اهو، احنا قلنا الفلسفون ده فولد كده، فولد ماسك في الانتيريو وماسك في مين؟ ها؟ في السوبيريو صح؟ احنا قلنا اخر حته في الفلسفون هي دي اللي جامد تمتيلس، بس يجي عند الليفر يقوم سايب الفلسفون بقى خلاص ويمشي فين؟ ها؟ في الانفيريو سيرفيس او سليبر. يعني الفيو سيرفيس هو اللي فيه ايه؟ اللي جامنتم تيرز، بس خد بالك اهو ماشي كده 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 وبيكمل مع الفلسفون لحد ما يمسك في الامبرايكس، لان هو عباره عن ايه؟ اوبليتريتد امبرايكال بين. خلاص كده؟ يبقى ده اللي جامنتم تيرز اللي هو له الاسم الثاني اللي هو اسمه ايه؟ راوند ليجامنت اوف ذا ليفر. طيب ليجامنتم تينوزم ده عباره عن ايه يا جماعه؟ ده عباره عن اوبليتريتد داكتس فينوزس، انتوا خدتوها زمان. تمام اللي هي كانت كونكتد اي بي سي فلوتر فين ما اعرفش ايه في الامبريوليشن وبعد كده حصل لها اوبليتريشن. طب دي مكانها فين؟ دي مكانها ورا بقى. يعني ايه مكانها ورا؟ يعني مكانها في البوستير سيرفيس. الله يعني ركز معايا كده، انت قلت لي ان في ليفت لوب ورايت لوب صح؟ ده الليفت وده الرايت. تمام؟ الليفت بينفصل عن الرايت في كل الاتجاهات. خلاص؟ انتيريور وسوبيريور بالفلسفون. انفيريور بالليجامنتم تيرز. بوستيريور بالليجامنتم ايه؟ فينوزم. تاني كده؟ تاني. احنا قلنا الفلسفون ماسك كده. بالمنظر ده كده. خلاص؟ يعني ماسك في الانتيريور وماسك في مين؟ في السوبيريور. ادي الفلسفون. شوف انا الفلسفون. خلاص؟ الليجامنتم تيرز ماشي مع الفلسفون بكده كده 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 ويسيبه يمشي في مين؟ في الانتيريور سيرفس. ادي الليجامنتم تيرز. تمام؟ امال ورا هو فولد هنا كده حته ليجامنت كده بند الحيبانه هنا. خلاص اللي هي عباره عن اوبريتيد الدكتس فينوسس هو ده الليجامنتم ايه؟ فينوزم. تمام كده؟ طيب ادي لحد دلوقتي خدت ثلاثه ليجامنت. بقى لي اصعب اثنين. اسمع عن الكورنيا ليجامنت اوف ذا ليفر. سمعت عنهم قبل كده؟ طيب تراينجلر ليجامنت اوف ذا ليفر ده اللي مسموع اعتقد يعني. في اللي هو الكورنيا ليجامنت والتراينجلر ليجامنت اوف ذا ليفر. زمان قلت لكم يا جماعه الليفر ده انتر بروتينيال ولا اكسترا بروتينيال؟ ها؟ قلت لكم كل الابدومنال ستراكشر اس اكسترا مش كده؟ طب جميل حلو قوي. احنا كده احنا بنشرح ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي ايه ايه ده؟ احط فيها مسافه دي ولا ايه؟ عشان تفكير كده بقى عشان يعني بص يا جماعه تخيل ان ده الليفر كده خلاص. بص احنا باصين من ورا يعني ده قفل الليفر ها ده ايه البوستير سيرفيس. تمام احنا قلنا ان الليفر ده از اكسترا بروتونيال. طيب البروتون يا جماعه بيلف يعني ايه بيلف؟ يعني البروتون بيجي المفروض الدايفرام كده خلاص بس ده ما اتحركتش خلاص. بص على المنظر ده خد الدايفرام اهوت خلاص وادي الليفر اهو بالمنظر ده. تمام طيب البروتون ركز معايا الانتيريور بروتون بيجي كده 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 ويقوم جاي لافف كده خلاص والبوستيريور بروتون نفس الكلام كده 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 ويقوم جاي لافف كده خلاص. تمام ادي البروتون اهو مش فاكرين لما جيت قلت لكم القيس بيقعد يلف على الاورجانس. تمام اللي هو الحته دي اللي هي بتعملها اللي هي مش مغطيه بالبروتون اللي احنا بنسميها ايه؟ ها؟ البير اريا اوف ذا ليفر. طب تعالى كده وريني البير اريا خلاص. ادي المفروض ده الدايفرام، الدايفرام مغطي كده صح؟ ده الدايفرام هو الليفر ده تحت الدايفرام مش كده؟ طيب البروتون بيجي من تحت الدايفرام كده كده ويقوم جاي لافف كده ويقوم جاي باقي خلاص اللي هو زي الورقه دي كده لافف اهو اهي بالمنظر ده كده خلاص. طيب البوستيريور بروتون نفس الكلام، البروتون ده اهو نفس الكلام بيلف بالمنظر ده كده. الله اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي البير اريا اوف ذا ليفر صح؟ هي دي البير اريا يا جماعه اللي هي حته من ورا فوق خلاص كده بوستيريور سوبيريور اريا هي دي البير اريا اوف ذا ليفر خلاص بوستيريور سوبيريور اريا كده هي دي البير اريا. طب جميل فين بقى الكورونري ليجامنت؟ انتوا شايفين الريفليكشن ده؟ شايفين الريفليكشن ده اهو؟ اهو ده بيسموه الابر كورونري ليجامنت وده اللور كورونري ليجامنت. الله يعني الكورونري ليجامنت ما هياش ليجامنت ده عباره عن ايه؟ بروتينيال ريفليكشنز. خلاص عندي كام كورونري؟ عندي اثنين.
خلاص ابر كورنري ولور ايه لور كورنري صح ولا غلط؟ طب جميل ركز معايا كده الابر واللور كورنري يجوا هنا كده بص انا هعمل ايه؟ يجوا كده الاثنين يتحدوا مع بعض كده يعني ايه؟ يعني كده بص هات مثلا دبوس ودبس الاثنين دول كده في بعض في المنظر ده كده خلاص؟ ده احلم الاثنين دول كده في بعض طب لما لحقتهم في بعض رايحين يمسكوا فين؟ رايحين يمسكوا لي هنا في الابدومنا الاول هنا الله طب شايف اللحمه ده اهي شايف الاثنين لما يحطوا في بعض كده ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه رايت ترانجولار ليجامنت الله يعني رايت ترانجولار ليجامنت ده عباره عن ايه؟ اتحاد مين بمين؟ الابر مع اللور اعكس الناحيه الثانيه عندك ترانجولار ليجامنت الناحيه الثانيه اللي هو في الليفت اللي هو بص بقى ركز معايا كده اللي هو زي ما انا عامل دي كده بالظبط الله يعني ايه؟ يعني الابر واللور كورنري يجوا على رايت سايد يلحموا مع بعض وعلى الليفت سايد يلحموا مع بعض برضه الله والحته اللي في النص دي هي دي مين؟ البير اير يعني البير اير متحوطه كده بالمنظر ده خلاص؟ يعني تاني سيادتك الكورنري عندك ابر كورنري لور كورنري اهو ابر ولور كورنري صح؟ طب الترينجولار ليجامنت عندك رايت ترينجولار ليجامنت ليفت ترينجولار ليجامنت الليفر في النص هنا كده عشانها ها متفقين على فكره لا الكورنر ليجامنت ليجامنت ولا التوينجر ليجامنت ليجامنت دي كلها عباره عن ايه؟ بروتينيال ريفليكشنز خلاص ابر ولور عباره عن بروتينيال ريفليكشن واتحدوا مع بعض على الناحيه الرايت والليفت هم دول الرايت والليفت ايه؟ توينجر ليجامنت متخيلين على الليفر؟ اه اللي ما هي بصي الاثنين لحموا مع بعض كده يا مؤاخذه والاثنين لحموا مع بعض كده ها ده الليفر بص ده الواقع فعلا يعني ده مش عايزك تتخيل انت عمال عايزه تتخيل الليفر ده الليفر اه مش هو الليفر ده بص السيرفيس بتاعه مش ده البيتون مش ده الدايفان كده البيتون بيجي يلف كده ويكمل اه والناحيه الثانيه البيتون كده ويكمل تمام كده اهي الريفليكشن ده والريفليكشن ده ده المنظر بتاعه طب جميل طب الريفليكشن ده الناحيه دي والناحيه دي عاملين ايه؟ ما خلاص الليفر خلص هنا اهو يجوا الريفليكشن دول متحدين مع بعض كده بالمنظر ده كده اهو كده خلاص الليفر خلص بقى تمام اه بالمنظر ده كده بقى اهو نتيجه التحدى اهو كانك لو جبت دبوس ودبست ده كده الاثنين مع بعض دول بيسموه ايه؟ رايت ترانجل ليجامنت نفس الكلام الناحيه الثانيه خلاص كده ليفت ترانجل ليجامنت الاثنين ماسكين في مين؟ في الافومين معلقين الايه؟ معلقين الليفر كده الله ما هو في سؤال بتساله في الشيب ايه اللي يخلي لك الليفر متشعلق في السماء؟ خلاص ايه اللي يخلي لك الليفر متشعلق في السماء؟ مش الليفر ده فوق يا جماعه ايه اللي بيخليني ما اوقعش؟ مين؟ رقم واحد الليجامنتس مصادفه هي دي اللي بتشعلق لك الليفر على فكره تمام في حاجات تانية اه في حاجات تانية بس هو اهم حاجه عند مين هي الصليبه هي دي اللي عامل لك سبورت وصليبه اللي يخليه في مكانه طيب كده يبقى انا فهمت ليه من صليبه على فكره مهم جدا لان هو الدكتور بيسالك في الشفه كل هي ليه من صليبه وشاورون ده على الشاره طبعا خد بالك لا كونري ولا ترينجولا هتلاقيهم في شاره ليه لانك مش شايلين البيتون انا جايب الليفر لوحده كده تقعدش تقلب اه ممكن تلاقي كده حته لو جيت في بعض الشهاده تلاقي في حته كده بيتون طايره كده على الليفر من فوق ويشاور لك عليها دي ترينجل ولا ليجامنت خلاص بس في مش هتعرف تتخيلها الا لما تشوف الليفر في قلب البيتون طبعا في شهادات مش هتشوف الليفر في قلب البيتون هم جايبين الليفر لوحده صح ولا غلط يبقى عشان كده مش هتشوف لا كونري ولا ترينجل في شهادات خالص تمام امال اللي هتشوفه من ممكن اللي ممكن تشوفهم هم مين الفالسفورم اللي جامين تنقيز الفينوس خلاص يبقى دول الليجامنتس اوبسيرفبل طيب جميل ده كان أول حاجة تهمني. تعالى تاني حاجة تهمني ريليشنز اوبزرفر. ومش كل ريليشن تهمني. احنا زي ما اتفقنا أنا عندي anterior أهو anterior و superior و inferior و posterior صح؟ بص بقى الدايفير مغطي كده. صح؟ يعني الليفر أهو الدايفير مغطي كده. يعني إيه؟ يعني السوبيريور والأنتيريور متغطيين بمين؟ بالدايفير. يعني من الآخر هما ما لهمش ريليشنز. هو ريليتد بالدايفير وخلاص. المصيبه كلها فين بقى؟ لما الدكتور يلف لك كده اهو الشهر. انتوا فاكرين شهر الليفر؟ شهر الليفر من قدام اسمه زي الفل. يجي يلف لك من ورا تلاقيك فتح بقك. اللي هو مين بقى؟ اللي هو البوستيريور والانفيريور. الاثنين دول كده مع بعض. الاثنين دول بيسموهم ايه؟ فيسرال سيرفيس. اللي هم ريليتد للفيسرال. خد بالك المفروض في الشهر مش هتلاقي البولدر ده. يعني مفيش تيستنج البولدر ما بين البوستيريور والانفيريور الاثنين دول كده ايه تلاقي الليفر مشطوف كده صح ولا غلط؟ هو ده اللي انا عايزه بقى الدكتور جاي يلف لك الجار كده اهو يقول لك يا ابني كل الريليشنز بتاعت الفيسر جايه طيب تعال لف الجار كده او خد بالك هو ده المنظر انا هلف اهو يا عم تعال لف
لف هنا الشرط اهو، مش ده الشرط يا جماعه، هو من الخط اهو. تخيل معايا سيف المذكره، تخيل معايا ان انا بعمل خط كده، خط خط ده ايميجينري لاين يفصل لك بين مين؟ البوستيريو عن الانتيريو، بس اصلا مفيش بودر، مفيش بودر يفصلهم، ده هم كلهم ايه؟ مشطوفين كده. طيب اول حاجه انا عايز ارسمها، سيبك من الخط ده دلوقتي، اول حاجه انا عايز اعرفها، مش الجول برادر يا جماعه ماسكه في مين؟ ماسكه في الانفيو سيرفيس، ادي الجول برادر. طيب وفي عندك حاجه فوق كده اسمها ايه؟ الاي بي سي. الاي بي سي ده ماسك في مين؟ في البوستيريو سيرفيس. الله، ما هو ده من ضمن يا جماعه اللي يخليلك الليفر يتشعلق في السماء، اللي هو ايه؟ لو ادي الليفر الاي بي سي لازق فيه كده من ورا بالمنظر ده. الله، زي بالظبط لما تيجي لوحه متعلقه على الشارع على العمود. خلاص، هو الليفر متعلق على الاي بي سي. ده من ضمن الاتاشمنت او من ضمن الحاجات اللي عامل لك سبورت او سليفر. يعني ايه؟ يعني انت في العمليات لو جيت قطعت لي الليجر اللي انا اتكلمت عليه وجيت فصلت الليفر عن الاي بي سي، هات الليفر ده يعني. هو ده اللي ماسك لك الليفر في السماء. الحاجتين دول الليجامنتس مع مين؟ مع ماسكته في الاي بي سي، لان الليفر لازق في الاي بي سي بالمنظر ده كده. يعني الاي بي سي ده موجود في مين؟ في البوستيريور. امال الجول برادر موجوده فين؟ في الانفيريور. ادي الجول برادر وادي مين؟ وادي الاي بي سي. طيب سيادتك ركز بقى في اللي انا هرسمه لك ده كده. شايف اللي في النص دي؟ دي بيسموها ايه؟ البورتا هيباتس، هنتكلم عليها كمان شويه. البورتا هيباتس اللي دخلت فيها البورتا الفين وهيباتس الارض والبومبال ضغط الحاجات دي. طيب وده ركز، ده كده فيشر ليجامنت، او ده ليجامنت بمعنى اصح. الله، ده ليجامنت، هو الحته اللي فوق دي ايه؟ مش قلنا ده البوستيريور صح؟ طب هو مين الليجامنت اللي موجود في البوستيريور؟ ها؟ في نوصف، يبقى ده الليجامنت اوف ايه؟ ها؟ في نوصف صح؟ طيب الليجامنت اللي تحت ده ده احنا قايلين مين الحته اللي تحت دي؟ ها؟ الانفيريور صح ولا غلط؟ طب مين الليجامنت اللي ماشي في الانفيريور؟ ها؟ فالسيفور عدم الجواب ليجامنت ام ايه؟ فيلز صح؟ يبقى ركز كده، تخيل الرسم ده. بص يا جماعه اهو، ده كده البوستيريور وده كده مين؟ ها؟ الانفيريور. تمام؟ هو ده كده كله على بعض اسمه الفيسر سيرفس. ده اي بي سي، ده ليجامنت ام فينوس، ده جول برادر، ده ليجامنت ام فيلز. لحد كده ماشي؟ طيب شايف الحتتين اللي انا هصللهم دول؟ الحته ده اهي والحته ده، حتتين موقعين كده. الحته ده اهي اللي هي ما بين الاي بي سي والليجامنتوم فينوسوم، دي بنسميها الكوديت لوب. كوديت لوب. امال ما بين الجول برادر والتيرز بنسميها الكوادريت لوب. الله، كان زمان انتوا فاكرين الكلمتين دول كوديت وكوادريت فين عشرة؟ الدكتور يقول لك يا ابني شاور لي على الكوديت لوب، شاور لي على الكوادريت لوب. تقوم انت سيادتك لفيت في الشهر كده اهو وتشاور له الحته اللي جنب الاي بي سي هي دي الكوديت لوب، الحته اللي جنب الجولد بلادر هي دي الكوادريت لوب. يعني الكوديت ما بين الاي بي سي ومين؟ ها؟ ليجامنتم فينوسوم. والجولد والكوادريت لوب ما بين مين وين؟ ما بين الجولد بلادر والليجامنتم تيرس. تخيلها لحد دلوقتي المنظر اللي قدامك ده هو الحته السنتر بتاع الفيسكال سيرفيس، ده حرف اتش كده، حرف اتش اهو، حرف اتش خلاص. اي بي سي، جولد بلادر، ليجامنتم فينوسوم، تيرس، واللي في النص مين؟ البورتا هيباتس. يقوم الدكتور يشغل لك على البورتا هيباتس، يقول لك ولا قد ايه؟ يقوم قايل له البورتا هيباتس، يقول لك انا ماشي فيها ايه؟ انت هتقول له يعني ماشي فيها ايه؟ يعني قد ايه؟ بورتا فينو هيباتيك هارتي وكومبايل بلاك، ولا بالهم بالترتيب. بالترتيب ايه؟ من قدام لورا. من قدام لورا، مش الليفر عندك كده؟ صح؟ انت داخل فيه ثلاثه ستراكشر كده، خد بالك الثلاثه ستراكشر دول داخلين كده اهو. بالمنظر ده. مش داخلين كده. مش داخلين جنب بعض كده، لا ده التلاته داخلين كده اهو بالمنظر ده. يعني في واحد انتيريور وفي واحد في النص وفي واحد بوستيريور. التلاته ترتيبهم ازاي بقى؟ انا خدت الترتيب ده قبل كده. طيب افكرك بيه، افكرك بيه زمان لما جينا خدنا الفورمن اوف وين سلو او البيبليوت فورمن، قلت لك ادي البورتال فين صح؟ قدام منها الارتري ومين؟ والضغط صح؟ فاكرين الكلام ده؟ لما جيت قلت لك البوكر فين كده؟ والارض والضغط ماشيين كده اهو. طيب ده انا خدتها في الاسطمه. الكلام ده فين؟ لو ادي الليفر اهو، لو ادي الليفر انت المفروض داخل هنا ثلاثه ستراكشر صح؟ الكلام ده في المنطقه اللي تحت. بس لما جيت اديتك البيلي قلت لك ايه؟ قلت
بالك قلت لك الارضي، فاكرين لما جيت قلت لك الوادي اهو اسمها لك هنا الفايل سيستم، ادي الرايت والليفت خلاص اهو، فاكرين الرسمه دي لما جيت قلت لك الارضي اهو رايت وليفت، وجيت قلت لك الرايت خط بيعدي فين؟ والله ينور عليك. يعني ايه؟ يعني هو تحت ماشي فين؟ جنب منه، الارضي ماشي جنب منه، بس في منطقه البوتا باكس اللي بيحصل الارضي يقوم جاي فين؟ يعني ايه؟ يعني سيادتك ادي الارضي وادي الارضي. يعني ترتيبهم في البوتا باكس بقى، ها؟ ترتيبهم بقى اهو، مين اللي ورا خالص؟ البوتا فين ورا ورا من الاول. ما بيختلفش ترتيبه، امال اللي اختلف ترتيبه ايه؟ بدل ما الارضي ماشي جنب الضغط، ايه اللي حصل؟ الارضي اتحشر ما بينهم. جه ما بين مين ومين؟ ما بين الضغط انتيريور، يبقى الكومن باي الضغط انتيريور او الكومن هيباتي الضغط بقى انتيريور، والارضي في الميدل، والبورتال فين ايه؟ خلاص؟ يبقى ده الريليشنز بتاعتهم، يبقى سيادتك لما تيجي ترسمهم هنا هترسمهم بالثلاثة كده اهو. خلاص؟ مش ثلاثة جنب بعض. طيب. خلصت انا من المنطقه دي، على فكره هي من الاسئله اللي شايفها كلها تضيف النقطه دي في الحته دي. خلاص؟ طيب تعالى بقى نشوف الريليشنز بتاعت الليفت لوب من ورا والرايت لوب من ورا، مش محتاجه انك تحفظها، انت تتخيلها. ليه؟ بص انت مش عندك ادي الاستومك اهي. الاستومك قصدي والاستومك اهو، مش كده؟ وادي الليسا مومنتم والجريتا مومنتم، فاكرين الكلام ده؟ هو الليفر ازاي يا جماعه؟ ما الليفر كده صح؟ طب بقول لك حاجه، اكس رسمتها اهو، اكس رسمتها. تعالى نسميها مثلا ماشي خلاص، ادي الاوسوفيلس، ادي الاستومك اهي، وادي الديدنم كده صح؟ مش ده رسمه، خد بالك انا قالب كأن بعد قلب خلاص. طيب جميل، وادي الايه؟ الليسا مومنت اهو صح؟ يعني ليفت لوب ريليتد مين يا جماعه؟ ريليتد اللي هو ايه؟ نقص اوسوفيلس ريليتد للاستومك، وعندك هنا البايلوس بيكملك هنا الديدنم صح؟ طيب هنا عندك الترانزفيز كود بالمنظر ده، هنا عندك الكيدني، هنا عندك السوبر مين، هو ده منظر اناتو بس كده خلاص. طيب في حته كده يعني عبيطه كده، حته في شيلن، عشان يعني ده الحته من الليفر ديت ريليتد مين يا جماعه؟ ريليتد لسه مومنتم صح؟ الحته ديت لو جيت بصيت عليها في الشهر ده حته بلجت كده، بلجت بيسموها لها اسم، اسمها حاجه اسمها تيوبر اومنتال. حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ تيوبر اومنتال، اومنتال اومنتم يعني ريليتد لسه مومنتم. خلاص كده؟ الحته اللي هي ديت من الليفر ديت اللي هي حته في الليفت لوب ورا. طيب يبقى ده اوسوفيلس، ستومك، بايلوس، يودنم، كولون، كدني، سوبرينال، والحته دي من الليفر لسه قايلها من شويه على الشنطه اللي هي البير اريا اوف ذا ليفر. تخيلت منظر الليفر من ورا؟ يبقى الدكتور بيلف لك الشر كل اسئلته كلها في الحته اللي في النص ده. خلاص؟ دي يا ابني فصه بتاعت اي بي سي، دي فصه بتاعت جول بلادر، ده ليجامنتم فينوزم، ده تيرس، ده كوديت، ده كوديت، ده فوت هيباتس، وعرفت ترتيب الاستراكشر. خلاص؟ الليفت لوب ريليتد لاوسوفيلس، للستومك، للمنطم، لبايلوس، الرايت لوب ها لديودنم، للكولون، للكيدني، للسوبرينال، والحته دي البيت اللي اوبسر. ده منظر الفيسرال سيرفيس اوف ذا ليفر. طيب شويه كلام دباجه كده، يا ابن البلاد سبلاي اوف ذا ليفر ايه؟ ها؟ البلاد سبلاي بتاع الليفر تقوم قايل له ايه؟ والله في عندي البوتال فين والهيباتيك اكتر صح؟ طيب الدم بيخش فين اكتر؟ يعني الدم اكتر في مين؟ في فورتا فين ولا في الارتري؟ 75% فورتا فين، 25% ايه؟ في باتيك ارتري، ولكن النيوتريشن 50% 50%، يعني الفورتا فين دي اكسجينيت بلاد اصلا تمام؟ طيب الفينوس درينج، الفينوس درينج يا جماعه خلاص انا عرفت البلاس سبلاي اللي هو الفورتا فين والباتيك ارتري، الفينوس درينج هو مين؟ في باتيك فين؟ في باتيك فين عندك؟ في الاناتومي كان بيقول لك اثنين، انا عندي هنا لك ثلاثه ليفت ورايت وميدل، ثلاثه هيباتيك فينز، الثلاثه دول بيصبوا في مين؟ في الاي في سي صح؟ طيب الليمفاتيك مانج اوف ذا ليفر، الليفر هيودي ليمف نود فين؟ ها؟ هيودي ليمف نود فين؟ المفروض الليفر ده هيودي للبوتا هيباتس ليمف نود، ومن البوتا هيباتس هيروح لمين يا جماعه؟ السيليك، ومن السيليك للصراص الضغط، انا خدت السكه دي قبل كده، ما عدا شبك لي كلمه ما عدا دي بقى البيل اريا اوف ذا ليفر. البيل اريا دي ورا الله هتصب في مين؟ هتصب لي في الرايت سايد، رايت لمفاتيك ضغط الله، يعني الليفر بيودي للسراس الضغط ورايت لمفاتيك ضغط، بس رايت لمفاتيك ضغط دي انهي حته في الليفر؟ البيل اريا اوف ذا ليفر. فاكرين لما انتوا خدتوا في البطنه وانا شرحتها لكم قبل كده قلت لكم الليفر هو الوحيد اللي يدي رايت اند ليفت،
الاثنين رايت اند ليفت. طب يدي لك رايت سوبر كلاف ازاي؟ طب ليفت من عارف للسيليك للسواس بتاعك خلاص. هيدي لك رايت ازاي؟ لما يكون في تيومر في الفيري اوزلت هيروح التيومر ده يدي لك مين؟ رايت الفاتك ضغط للرايت سوبر كلاف. طيب اهم سؤال عندي وده بيسموه السؤال السهل الممتنع اللي انت سيادتك تتساءل فيه وما تعرفش تجاوب. سيرفس اناتومي اوزلت اللي هي دي النيمه، سالت فيه في البطنه ما عرفتهوش، سالت فيه في الجراحه وما عرفتهوش، يا رب تتسال فيه في النسا بقى. انا سيرفس اناتومي اوف ذا ليفر مهم جدا، مهم جدا من الاسئله الشهيره والشهيره. سيرفس اناتومي اوف ذا ليفر، سيرفس اناتومي اوف ذا سبرين، هات النيل. ها طب يا استاذ ركز معايا، هبدا من هنا اهو، مش الليفر كده مرسوم كده عليا اهو، هبدا من هنا. النقطه دي ايه؟ الفيبس ايه؟ انتركوستال سبيس. ركز سبيس مش ربع، فيبس انتركوستال سبيس في الميد جرافيكو لاين. بعد كده ها سيف ستونر، بعد كده الناحية دي هيبقى ايه؟ سيف سليب. هنا كان سبيس، هنا بقى ربع. بعد كده هنا في الميد اكسل هيبقى ايه؟ 7 ربع. يبقى 5 5 7 5 5 7 سبيس ريب ريب سبيس ريب ريب. خلاص كده؟ ده مين؟ السبير بولدر بتاعك. طب تعالى على الانفيرو بولدر، ها الانفيرو بولدر كده صح ولا غلط؟ هيبدا بمين؟ بالفيبس انتر كوستال سبيس. يقطع الكوستال مارجن هنا عند 8، يقطع الميد لاين عند الترانس بايلونيك برين، يقطع الرايت سايد عند مين؟ عند 9 كوستال كارتج، التيب بتاع التسعه اللي هو مكانه الكور بلادر، وبعد كده يمشي 1 سنتي بارلل لمين؟ للكوستال مارجن. يبقى تاني كده فيبس انتركوستال سبيس 8، ده 8 ده 9، ده 8 ده 9 وفي النص ترانس بايلوت بليك. خلاص بعد كده يكمل لي تحت 1 سنتيمتر بقى لليمين للبر. طبعا رايت ده ايه؟ سهل انك توصل النقطه دي بالنقطه. خلاص يا جماعه ده السيرفس اناتومي اوف ذا ليفر من الاسئله كلها. ده كله كوم، والسؤال اللي انت هتتسال فيه اللي هو هتسافر دي 100%. السؤال ده لو جاوبته بتاخد الدرجه لما هي في ماده الاتوم بيقول لك باور اتفضل، اللي هو حاجه اسمها سيرجيكال سيجمنتيشن. احنا طول عمرنا عارفين ان الليفر ايه؟ ليفت ورايت تيوب صح؟ دي تقسيمه اناتوميكال، واي حاجه اناتوميكال احنا لا نحترم، احنا دايما لنا تقسيمه لوحدها سيرجيكال. هما جم اربعه جراحين في قعده حشيش كده، اللهم اني صايم، في واحد البيج بوس بتاعهم هو اللي تقريبا كان جايب الحشيش، ثلاثة معاه، ثلاثة نقصوا يعني عمال بيبص الحجر ولا ما اعرفش كده يعني. عمل لو بعض كل واحد طماح شد النفس الحشيش وعمل لك ايه؟ احنا هنقسم الليفر لثمانية كيوب. ثمانية ايه يا اخويا؟ ثمانية ليفر. ازاي يا عبد الحاج؟ سيبك من المذكرة وركز معايا. ثمانية لوبس، المفروض الليفر كام لوب يا جماعة؟ هو اتنين بس، ليفت ورايت. سيبك يا من التقسيمة دي، ادي الليفر اهو المفروض اهو. مش كده؟ انت سيادتك كنت بتقسمه ليفت ورايت، ليفت صغير حته كده بتاع ايه ورايت قد كده، مش كده؟ قد الكحش كده، وده اللي كان بيفصل ما بينهم زي ما اتفقنا من شويه، فالسيفورم من قدام وسيفير خلاص عرفت الفصل ازاي؟ كده ولا لا؟ طيب جه بقى البيج بوس بتاعهم بتاع قعده الحشيش ديت، راح شدد النفس قال لك لا احنا هنقسمهم ثمانيه، وانا هسميها باسم، باسم مين؟ البيج بوس اللي هو اسمه ايه؟ اسمه كوانيت. اسمه ايه يا اخويا؟ كوانيت. وقام مسميها سيرجيكال سيجمنتيشن اوف كوانيت. خد بالك اسماء العلماء مهمه، الاربع حشاشين اللي هنقولهم دول مهمين. طيب يبقى ده اول واحد سيرجيكال سيجمنتيشن اوف كوانيت. طيب كوانيت قال لك ايه؟ قال لك بص يا انت مش عندك هنا جول بلادر ماشي، وعندك هنا اي بي سي ماشي يا معلم. قال لك بص شد خط ما بين الاي بي سي شد خط ما بين مين ومين؟ ها؟ اي بي سي وايه؟ وجول بلاد. اي
الخط ده اعمل حاجة هنسميه باسم مين؟ ولا تعالى يا كانتل هسميه باسمك، اسمه ايه؟ اسمه كانتلز لاين. اسمه ايه؟ كانتلز لاين. وعشان ما تزعلوش يا الناس العامة دي الشعب اللي هم مش محششين، هنسميه المين بورتال فيشر. اسمه ايه؟ المين بورتال فيشر. الرسمة اللي قدامك دي الخط ده اهو قسام للوب بتاع الليفر ليه؟ او قسام للليفر ليه؟ الاثنين لوب متساويين. عشان ما فيش حد يزعل من التاني. انت قبل كده كنت بتقول ليفت از اندر ورايت كبير. لا، انسى التقسيمه دي من دماغك خالص بقى. انا قسمتها ادي ليفت وادي رايت، الاثنين قد بعض. طيب اللاين اسمه ايه يا جماعه؟ كانتلز لاين، او بتسميه مين بورتال فيشر. طيب اما العم كواليت او محشر اللي اتنفس التاني وقال لك بص يا ولد تعالى على الليفت لوب ده اهو، ده الليفت لوب صح؟ خد خط تاني. الخط ده فين يا عم كواليت؟ قال لك اهو. الله، الخط ده بيعدي في الفلسفور مش كده ولا لا؟ قال لك اه مفيش مشكله. خلاص قام مسمي الخط ده ايه؟ قال لك تعالى يا واد يا حشاش انت يا صقنن انت، تعالى اسمك ايه؟ اسمك ريكس. قام مسميه ريكس لاين. وعشان عامة الشعب ما يزعلوش، هنا ده كان اسمه مين بورتال فيشر، قام مسميه ليفت بورتال فيشر. ليفت ايه؟ بورتال فيشر. قسم لك الليفت لوب لكام؟ لحتتين صح؟ قال لك الحتتين دول ليفت ميديال وليفت لاترال. فين الميديال وفين اللاترال؟ كلكم في الشفا بتقولوها ده ميديال وده لاترال. لا، ده اللي ميديال وده اللي لاترال. ميديال بالنسبه للميد لاين اوف ذا ليفر، انا ماليش دعوه بالجسم. انا بص حته الكبده دي طلعتها من جسم البني ادم ومقطعها. خلاص؟ مالكش دعوه بالميد لاين اوف ذا ليفر، لا بالنسبه للميد لاين اوف ذا مين؟ ها؟ تمام؟ الميد لاين اللي هو الكانتلز لاين ده. خلاص؟ ليفت ميديال ليفت مين؟ ليفت لاتر. ماشي يا عم كواني. الله شديد النفس التالت. وقال لك بص يا سيدي هنسيب الرايت كده زعلان؟ لا ما ينفعش. لازم نقسمه هو كمان. هات الخط ده اهو. خلاص الخط ده اسمه ايه؟ قال لك تعالى يا ولد. خلاص بقى اصل واحد فيهم اسمه ايه؟ اسمه جانز لاين. اسمه ايه يا اخويا؟ جانز لاين. عشان عامة الشعب ما تزعلش. ها ده اسمه مين بورتال فيشر؟ ده ليفت بورتال فيشر. ده اسمه ايه؟ راين بورتال فيشر. يبقى انت عندك ادي اربع اسماء العلماء هم جم. كوانيد ده الرئيس الكبير بتاعك. كانتلز لاين ده اللي في النص. ريكس لاين ده اللي على الناحيه الليفت، جانز لاين بتاع الناحيه الرايت. اعتقد كلكم بلا استثناء هتتفاوت ما بين ده اهو وده اهو. خلاص؟ بص بقى انا عايز منك اتنين بس، كوانيد وكانتل. كوانيد وكانتل. الجانز والريكس مش مهمين بالنسبه لي. دول اللي كانوا بيبصوا الحاجه مش مهمين خالص. طيب ارجع، انت قلت لي الرايت اتقسم لحتتين صح؟ اه حتتين مين؟ قال لك لا 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 مش ميديال ولا لا 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 قال لك انتيريور وبوستيريور. لا ده الحشيش كان مضروب بس. انتيريور وبوستيريور؟ اه ازاي؟ ما هو يا استاذ يا محترم لو انت تخيلت الليفر، مش الليفر كده يا بنات؟ مش الليفر كده؟ صح؟ اللاين اهو. اللاين اهو. ده الانتيريور وده البوستيريور. يعني البوستيريور الحته دي. دخلناها تاني الليفر لافف كده. انا فردتها الرسمه دي مفقوده كده. الرسمه دي انا فايدها كده. الله، يبقى اللاين ده فين؟ اللاين ده هو ده. يعني لو جت الليفر هو لافف كده بالمنظر ده هو ده اللاين. وهي دي الحته الانتيريور وهي دي الحته الايه؟ البوستيريور. طيب يبقى سيادتك لحد دلوقتي كام سيجمنت او كام لوب؟ اربع صح؟ مش كده؟ اهو ليفت ميديال ليفت لاتر رايت انتيريور رايت ايه؟ بوستيريور. وقام راح مدخل النفس المتين. لا قبل ما ناخد النفس المتين بقى مفيش حد سالني سؤال. الله ينور عليك، ده اللاند مارك بتاعته ايه؟ ما خد بالك الحاجات دي لها لاند مارك، اناتوميكال لاند مارك، يعني انا وانا فاتح بطني عادي لازم ابقى عارف اللاند فين بالظبط، بلاش عشار، وطيب شاك عطيات دي اللاند مارك دي فين؟ طب ده ماشي ما بين اي بي سي وكول بلاد صح؟ طب ده فلسفور، طب ده قال لك ولا استنى يا ولد، انت قلت لي كم هيباتك فين يا ولد؟ ثلاثة بس اهو، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة. على فكرة الثلاثة لاين دول محطوطين على الثلاثة اوبننج بتوع الهيباتيك بي. خلاص؟ ثلاثة لاين دي ثلاثة ايه؟ ها؟
هيباتك فين. يعني انا بجيبهم من فوق، انا شايف دخله الثلاثه هيباتك فين من فوق اهو، لو ادي الليفر اهو انا شايف الهيباتك فين الثلاثه كده اهو. في الجار بتشوف ثلاثه اوبننج من فوق، ثلاثه اوبننج بثلاثه لاين. خلاص؟ لاين. وقام بقى جه شلت النفس الاخير وطلعه. بص بقى، بسم الله الله اكبر. وهذا الخط ايميجينري ملوش تنظيم. لا ده حشيش مطبوخ يعني. ده الباقي يعني ال لا الباقي بتجيبه على الشهر. لا الباقي معروف، لا الباقي له اناتومي كلام دماغي ثابته. لما انت عارف يعني بقى فين بتتغير فانسفورم. ما انت بتشوف الجول بدو لايف بس ما انت شايفه عندك على الشهر. امال الخط ده ايميجينري لاين، خط بالعرض. قسم لك كل سيجمنت من دول لايه؟ سوبيريور وانفيريور. وتعالى بقى ولا بص دي اسمها ايه؟ ها؟ سوبيريور ليفت ميديا، انفيريور ليفت ميديا. ها؟ يلا يا ولاد سوبيريور ليفت لاترال، ها؟ انفيريور ليفت لاترال، ها؟ سوبيريور رايت انتيريور، انفيريور رايت انتيريور، سوبيريور رايت بوستيريور، انفيريور رايت بوستيريور، صح ولا غلط؟ يبقى انت عندك كام سيجمنت للليفر؟ 8. ان شاء الله عبال ما اقول لك اسمائهم هتكون انت جالك تخلف في عقلي، صح؟ قال لك هنديهم ارقام. هنرقمهم زي بالظبط كده ما نرقم ايه؟ اي حاجه عيالك الصغير رقمهم. تمام هي كده بالظبط رقمهم. طيب ماشي يا عم وليد انت، انا هرقمهم. هبدا بمين؟ هبدا بده اهو، ده اهو الغلبان ده اهو. خلاص ده اهو. انت المفروض عندك كام؟ عندك 8 صح؟ لا ماشي من 1 لـ 8 هبدا برقم 2. لا حول ولا قوه الا بالله. 3 خد بالك ارقام لاتينيه. الاثنين دول أربعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أربعة A أربعة B. 5 6 7 8. بص إحنا ماشيين كده. بص 2 3 4 5 6 7 8. ركز معايا. 2 3 4 5 6 7 8. طب هما 8 بس أنت بدأت باتنين، وأنت الاثنين دول واحد صح؟ طب فين ايه؟ فين رقم واحد؟ لا بس قال لك رقم واحد يا عم ده هو هو الكوديت كوديت لو لا حول ولا قوة الا بالله. كوديت ده كان ده اللي كان في الاخر صح؟ واحد يقول لي يا دكتور عادي هي التقسيمه دي مش فاهمها لحد دلوقتي، حد فيكم فاهم؟ ما انت لو فهمت بارقام اصلا تفهموا ازاي؟ بص يا استاذ لو انت جبت الكبده، بتعرف الكبده اللي بتدخل دي؟ حد قطع الكبده قبل كده؟ تيجي تجيب سكينه. بص انت المنظر ده من قدام صح؟ هل المنظر ده من قدام بس؟ لا مش قدام يا جماعه، المنظر ده كاني جبت سكينه وعمال اقطع فيها اقطع. خلاص يعني ايه؟ مش انت قلت لي ادي لاين، ادي لاين الثاني الثالث، كانك بالظبط جبت الكبده كده قطعتها في واحد اثنين ثلاثه، الحته دي كلها كده مع بعض، دي كلها مع بعض، دي كلها مع بعض. وبعد كده كل حته من دول تجيب قسمتها كده اهو. خلاص ادي حته اهي حته اهي وهكذا. الله طب يا عم الكوديت الحته اللي هو ديت لا 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 حته الكوديت اللي هو دي بتبقى حته بلج كده اللي هي ما بين مين ومين؟ ما بين الاي بي سي واللي ما في نظر. لو جيت اصلا لفيت الليفر هتلاقي حته بلج كده. الو طب حته في كده صغيره كده 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 جينا على الحته اللي هو ديت فصلناها لوحدها. قال لك دي بس خد الحته ديت هي حته تعريفه كده دي سيجمنت واحد. حد مقتنع بالمقصد؟ هو انا بس يا دكتور بس اسال واحد، مش احنا قطعنا اربعه قطعنا كده؟ اه ولا قطعنا كده؟ مش قطعنا كده؟ اه ما هي كده هي كده على فكره يعني هي مليانه يعني لا انا قصدي كده زي ولا قسمتها سوبيري وانفيري صح؟ لا قسمتها ايه؟ قسمتها كده يا سيدي فاطمه، ما انت قسمتها كده الاول اهو. اه قطعت كده اهو. باقي الحته دي هتقسمها ازاي؟ انت عايز تقسمها سوبيري وانفيري، هتقطعها ازاي؟ تقطعها كده صح؟ يا لهوي ما قطعتش بطيخه قبل كده؟ كبده اي حاجه؟ طيب حد مقتنع؟ على فكره هو ليه ده بيترفع لك القبعه؟ ده ياخد ليزك منك. انا مش حشاش ولا بتاع زمان بهزر يعني. وليد ده عمل صيحة أو نقلة في الديباتيك سيرجن. بص يا جماعة هو قسم تقسيمة
الاثري اللي انتم شايفينه لسه شايفينه اصلا لحد دلوقتي يا عم. ده ماسك الفريم دي الفيجن لاينز دي تخلي الراجل ده قاعد يعمل في التقسيمه دي ضايق يقل عن 12 سنه. شوف 12 سنه عشان يطلع التقسيمه دي. خلاص؟ طيب ده فكرته ايه؟ فكرته كده انت عندك ادي اللف وادي اللف والجلوب اهو وده اللف فورورد صح يا جماعه؟ سيادتك احنا البوتا هيباتس داخل فيها ايه؟ مش احنا قلنا هيباتيك ارتري وبوتا جرين وفون بايت مش كده؟ طيب لو انتوا بتكتبوا زمان او في الاناتومي او بتلاقي في تفريعه كده شجره صح؟ شجره صح ولا غلط؟ يعني كل برانش من دول بيبدا مثلا لو ده البوتا فين يا جماعه؟ صح؟ او هيباتيك ارتري مثلا مش عندك بوتا فين وهيباتيك ارتري وضغط مثلا هيباتيك فين او بوتا فين او هيباتيك ارتري كل واحد من دول بيروح يتفرع لبرشات برشات برشات عامله زي الشجره دي. الراجل ده مشى مع الشجره ده فرع فرع. تخيل بقى بطولة فين؟ فرع فرع لحد ما وصل لحاجه. وصل ليه؟ سيادتك شايف الحته دي من الليفر؟ الحته دي اكتشف ان الحته دي جاي لها سيبريت برانش من الفين سيبريت برانش من الارتري سيبريت برانش من الكونفرت. الحته دي نفس الكلام. الحته دي نفس الكلام. الحته دي نفس الكلام وهكذا. يعني كل سيجمنت من دول يا جماعه لا له برانش ارتري برانش فين وبرانش بقى. برانش خلاص؟ دي هتف بالنسبه لي؟ واحنا زمان لما كنا زمان ده اللي هو مثلا من 20 30 سنه لما كنا بنعمل هيباتيك ريسكشن وما كانش عندنا نوعين اثنين بس يا رايت يا رايت هيباتيكتومي او ليفت هيباتيكتومي صح؟ رايت هيباتيكتومي كنت بعمل ايه؟ كنت باجي على المين بيديك الرايت سايد واقوم جاي قاطع واقوم جاي شايل الرايت لوب اللي هو قد كده رايت اناتومي خلاص؟ ولو كان في مشكله في الليفت كنت باجي على الليفت برانش اقوم جاي رابط واشيل الليفت لوب اللي هو قد كده بس يا رايت هيباتيك تو هيباتيك خلاص. امال سيادتك دلوقتي بنعمل ايه؟ نفترض ركز معايا انت عندك تيومر هنا في سيجمنت 7 مثلا مش اسمه سيجمنت 7 عندك تيومر هنا. كان زمان عشان اشيل التيومر اللي هنا كنت بروح ده مش ده في رايت لوب اناتوميكال يا جماعه صح؟ كنت بروح اربط الرايت برانش اللي تحت ده بقى رايت مين برانش خلاص رايت فين رايت الت رايت ضغط اربطهم واروح اشيل كل ده خلاص. عند تيومر هنا في سجن التهديد تيومر 2 سم اروح اشيل كل ده خلاص. امال الكواليد عمل صيحه او نقله في الهيباتيك سيكشن ازاي؟ قال لك لو تيومر هنا طب ايه رايك؟ ما تمشي مع الشجره اللي هو قال لك عليها ده هي اعمل ديسكشن ديسكشن لحد ما توصل للبرانش اللي رايح للحته دي بس وتعالى اربطه والبرانش من الارض وتعالى اربطه والبرانش من الضغط وتعالى اربطه ساعتها اقدر اقوم جاي قاطع بالظبط زي ما بتقطع كبده في المطبخ بالسكينه وتعالى اقطع الحته دي بس بس اقدر اعمل كده ولا ما اقدرش اعمله؟ اقدر اعمل وسبت بقيه الرايت لوب محافظ عليه بالبلاد سبلاي بتاعه صح ولا غلط؟ لان ربطت فرع من الشجره ما ربطتش الشجره كلها مش كده؟ طيب سيادتك بقى تعالى قول لي بعد ما طلعوا السيرجيكال سيجمنتيشن اوف كوانين كام نوع من انواع الهيباتيك ريسكشن؟ طلعوا لي كام نوع؟ يا لهوي ما تعدش ما تعدش يعني ايه ما عدش؟ بص بقى ركز معايا لو انا جيت قلت لك بص انا جراح والتفاهم ما بيننا او لغه اللي ما بيننا لغه جراحين انسى الاناتومي يعني ايه انسى الاناتومي؟ يعني سيادتك لو قريت تقرير مثلا بتاع سي تي والراجل قال لك ان التيومر في رايت سايد المقصود بيها هنا رايت سايد اناتوميكال ولا سيرجيكال؟ سيرجيكال انسى الاناتومي يعني ايه؟ يعني انا لو جيت قلت لك انا عملت العيان ده رايت هيباتيكتومي رايت هيباتيكتومي انا شلت انهي قول لي انهي سيجمنت قول انت بقى انسى المذكره ركز معايا انا عملت رايت هيباتيكتو ها سيجمنت كام اللي انا شلته؟ ها صح 5 6 7 8 صح مش ده رايت سايد مش كده؟ طيب قول لي انا عملت ليفت هيباتيكتومي ها قول انت بقى ليفت هيباتيكتومي ده ايه؟ 2 و3 و4 صح؟ طيب قول لي انا عملت رايت انتيريو هيباتيكتومي رايت انتيريو هيباتيكتومي
هيبقى ايه؟ 5 و8 صح؟ الله. انت تقدر تشيل الحته اللي في النص ده وتسيب ده متشعلق كده وده متشعلق كده؟ اه. يبقى ده رايح للبلاد سباي بتاعه وده رايح للبلاد سباي بتاعه. صح ولا غلط؟ طيب انا عملت لاين بوستيريور هيباتيكتومي. ها؟ قول انت بقى. ما دي انواع الهيباتيكتومي هنا. لاين بوستيريور انا عملت ايه؟ 6 و7. طيب قول لي انا عملت اكستندد لايت هيباتيكتومي. اكستندد لايت، بص على الرسمه ما تبصليش. اكستندد لايت هي لايت ايه الاول؟ 5 و6 و7 و8 صح؟ اكستندد ده اللي هو ايه؟ هاخد 4 معايا كمان، هاخد ده الله. انا هي دي الاناتوميكال صح؟ تمام؟ يعني اللي كان اناتوميكال زمان بقى دلوقتي اسمه ايه؟ اكستندد لايت، ان انا شلت كل ده. طب قول لي انا عملت اكستندد ليفت هيباتيكتومي. ها؟ 2 3 4 ده الليفت صح؟ اكستند الليفت بقى زودت ايه؟ ها؟ 5 وكام؟ و8. طيب قول لي انا عملت ليفت لاترال هيباتيكتو. ها؟ ليفت لاترال. فين اللاترال؟ فين الميديال؟ ده اللاترال وده الميديال صح؟ ليفت لاترال يبقى مين؟ 2 و3. عملت ليفت ميديال هيباتيكتو. 4. طب بص بقى. عملت سنترال هيباتيكتومي. الحته اللي في النص صح؟ اللي هي مين؟ 4 5 و8 دي اسمها ايه؟ سنترال هيباتيكتومي. سنترال ايه؟ هيباتيكتومي. طب شوف كام نوع طلعوا؟ ده لسه ده انت ممكن تشيل كل سيجمنت كمان لوحدها. صح ولا غلط؟ كل الانواع اللي انا قلتها ده اهي زائد او ناقص واحد. دي واحد ده بقى. يا عم كواليد اشمعنى فصلت واحد؟ اشمعنى جبت واحد وقلت الحته ده ابن الكبده اللي انا شطفتها من ورا ده اهي؟ قلت لك ارميها على جنب. قال لك سبحان الله. واحد ده اهي كبده تاني. يعني ايه؟ واحد مالهاش دعوه بالله. وده بقى الحاجه اللي هو فاجئنا بيها. يعني ايه؟ واحنا يا جماعه الهيباتيك سيركيوليشن ده الدم جاي من جوه الفين الهيباتيك ارتري دخل جوه الليفر وبعد كده جمعه في مين؟ في الهيباتيك فينز عشان يصبوا في مين؟ في الايبس صح؟ اكتشف ان بعد ما مشى مع الشجره لقى ان الكوديت لوب اللي هو الحته من اللي ورا ديت واخده سيبريت برانش من الفولتر فين وبتصب الدايركت على الايبس تاني واخده الدايركت من الفولتر فين وبتصب الدايركت في الاي سي لها دعوه بالهيباتيك سيركيليشن؟ لا، يعني سبحان الله كان ربنا خلق لك ليفر برضه. يعني كان ربنا قال الليفر بتاعك اهو بالليفر تاني فين؟ ورا، الليفر تاني ملوش دعوه بالسيركيليشن بتاعك. يعني سيادتك بمعنى الاصح لو انت جيت ربطت الرايت والليفت فرنش بتاع الكوتر فين؟ اللي هو الفرنش بتاع الكوتر فين؟ يعني انت موت الليفر كله، مين اللي مش هيموت؟ ده من المين بورتال فين المين بيدي كده وداخل يصب في الاي بي سي دايركت ملوش دعوه بالهيباتيك فينز ما بيصبش في الهيباتيك فينز ركزي معايا انا قلت ايه وانا بقطع في الليفر اجي على الحته اللي ورا ديت قبل ما اقطع اقوم جاي اعمل ايه؟ مقورها كده ورميها الحته البوستيريور ده هي. خلاص؟ اه مش انا فاهمك مشيت كده 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 وقطعت كده قبل ما اعمل التقطيعه ديت انا قلت ايه؟ الحته اللي هو ده اهي اقوم جاي عاملها كده على جنب وبعد كده اقطع الليفر خلاص كده؟ يعني بمعنى اصح الليفر دلوقتي بقى عامل زي 8 مكعبات بقى عامل زي المكعبات بتاعت العيال الصغيرين الثمان مكعبات دول تقدر تشيل واحد منهم اقدر اشيل 2 اقدر اشيل 3 اقدر اشيل 4 اقدر اشيل 5 ايه اللي عاد في الليفر زي ما انت عايز؟ كان زمان ما تقدرش تلعب فيه يا رايت كده دلوقتي هذه المكعبات ده اهي شيل اللي انت عايزه، شيل المكعب ده، شيل ده، شيل ده، شيل ده، شيل ده، شيل اي واحد منهم. خلاص؟ طيب يبقى سيجمنت واحد هي مين؟ الكودين. بالمناسبه بقى سيجمنت 4 هو ده الكوادريت. عشان بس ايه؟ تبقى متخيل الليله ده اللي هو مين؟ الكوادريت. امال واحد ورا. واحد ورا انا بشيله قبل ما بقطع الليفر، بشيله قبل ما بقطع التقطيعه ده هي. خلاص كده عشان في التقطيع دي السكين هديه صح ولا غلط؟ لا قبل ما اقطع بعمل ايه؟ ها قبل ما تقطع الكبده تعالى الحته اللي ورا قورها وارميها. دي بكام؟ خلاص؟ اه الهيباتيك فين؟ اخباره ايه في الموضوع ده؟ مش احنا قلنا في 3 هيباتيك فين؟
طيب انت قلت لي كل واحد من دول، كل واحد من دول جاله سيبريت برانش من الارتري والفين والضغط وبيصب في سيبريت برانش بيروح على الدماغ. يعني ايه؟ يعني السيادة لما تحب تشيل ده وتربط الثلاثة دول وتربط برانش واحد اللي راح يصب في مين؟ في الهيباتيك. خلاص كده؟ يبقى ده سيرجيكال سيجنتيشن. بوصل البرانشات ازاي؟ ان انا باجي على الفين ميديكال واقعد اعمل ديسكشن في قلب الليفر، بمشي في قلب الليفر. بخش في قلب الليفر، يعني البرانشات دي مش داخلة في قلب الليفر، انا بخش بقى اقطع في الليفر اقطع في الليفر امشي مع البرانشات لحد ما اوصل لاخر برانش راح يغسل السيجما كده. خلاص كده؟ ده ازاي بوصلها في العملية؟ يبقى يا جماعه السيرجيكال سيجمنتيشن كوانين اعتمد تقسيمته على تقسيمه او برانشات مين؟ ها؟ الهيباتيك فين والبولتال فين والكومبايل ضغط وايه؟ الهيباتيك ارض. ماشي؟ ايه ده؟ تخيليها الكوادريت لوب دي فين؟ ولا الانتيريور؟ الانتيريور بص الانتيريور اهو مش كده؟ طب تعالى بقى خديها كده كده خدي مقص كده كده هدي سكينه اقص كده وكده بقى الحته دي كلها على بعضها كده اهو هي دي مين؟ خلاص كده ايوه ودي انا عملت ايه؟ ها؟ خدتها عملت فيها ايه الاول؟ قورتها وفصلتها يا جماعه هي حته كبده اهي في المطبخ عايز اقطعها هاجي قبل ما اقطع الليفر كده هاجي ورا اقوم جاي مقور الحته بوستير ورميها بكامل بعد كده اقوم جاي مقطع الحته اللي ده هيك اللي هي السيجمنت الاربعه دي هي دي مين؟ الكوادريتو اللي هي من تحت تقدر اشوفها من تحت الكوادريتو اه ايه وبيجي على حسب البنشات ما هم في الاول قالوا هو بنش واحد رايح للبعض التقسيمه الجديده قال لك لا ده طلع ان ثمانيه بنش وده كمان بنش خلاص عشان كده سموها اربعه ايه واربعه بي ماشي يا جماعه ده السيرجيكال مش عايز صوره ده السيرجيكال سيجمنتيشن اوف كوانيت خلاص ودي تقسيمه الليفر بيتسال على الشرط في بعض الدكاتره على فكره ما تنساش الكلام اللي قلت في الاول ليجامنتس بلاد سبلاي وبوتال ايفنتس والكلام ده لا ده الجايه دي اه كل سيرجيكال سيجمنتيشن اوف بارين على الشاره تقوم انت سيادتك مطلع القلم طلع القلم من جيبك وتيجي على الشاره تقول له كده يا دكتور في تجول بلادر اهي باينه قدامك في الشاره الاي بي سي باينه قدامك في الشاره خلاص ترسم على الاساس ترسم على اساس الشاره تقول له يا بيه ده كابتنز لاين ده يا بيه اللاين بتاع الفلسفون ده اللي هو الايه؟ الليفت بوتر فيشر او الليفت لاين. تقوم جاي على الناحيه الثانيه تبص على الاوبننج بتاع الهيباتيك فين تلاقي جاي من فوق باين في الشعر عندك. قول له ايه؟ ده الكامز لاين او الرايت بوتر فيشر. خلاص؟ ده ميديال ده لاترال ده انتي وده بوستيريور. وقول له ايه؟ ده خط ايميشنري. ترسمها له على اساس كده اهو. خلاص؟ بعد كده تقول له ده سيجمنت 2 3 4 5 6 7 8 اقول لك يا ابني فين سيجمنت واحد؟ لفف له الشعر وتشاور على الحته اللي جنب الاي بي سي. تلف له الشر والشر على الحته اللي جنب مين؟ الاي بي سي كل ده هي سيجمنت واحد. التقسيمه دي لازم تعرفها على الشر مش كده؟ المنظر ده لازم تعرفها على مين؟ على الشر وازاي تطلع السيجمنتس على الشر. ماشي يا جماعه؟ ده هيتكتب مع الفيزيتو سيلو كاسينوم. يعني بص يا جماعه انت عندك بس اقول لك ايه اللي هيتكتب بالظبط. انت عندك حاجه اسمها سيرجيكال سيجمنتيشن اوف مانين صح؟ ايه اللي بالصفحه؟ هتلاقي حاجه اسمها هيباتيك ريسكشن. عنوان اسمه هيباتيك ريسكشن. العنوان ده اول عنوان فيه اسمه انديكيشن مش عايز انديكيشن اوف هيباتيك ريسكشن اشطب على انديكيشن اوف هيباتيك ريسكشن عايز طيب ميثودز اوف هيباتيك ريسكشن ازاي تقطع ده الشفوي ازاي تقطع في الليفر يا جماعه هل الليفر ده لا مؤاخذه يعني تقطع فيه في السكينه في المشط زي ما بتقطع في اي اوضه لا الليفر از هايلي فاسكل عشان تقطع فيه في العمليات بالمشط انت بتحكم على عامل نمو سبير بليدنج طيب له ادوات معينه عشان اقطع فيه يعني الميكانكس او اللي هم بتوع الهندسه الطبيه عملوا لك شويه حاجات خاصه بقطع الليفر. اشهر حاجه فيهم رقم واحد عندك اللي هي حاجه اسمها الكوزن. كوزن ده موجود الجهاز موجود في الجهاز الهضمي. حاجه اسمها كابيترون التراسونيك اسبيريتور. ده جنس كده بتطلع من الوتر جنس بيقطع لك في الليفر ويعمل لك اسبيريشن في نفس الوقت مش شرط الميكانيزم بتاعه ايه. في عندك ليزر بتقطع بالليزر. في عندك حاجه اسمها الليجا شور. في التراسونيك ويفز. خلاص في حاجه اسمها الفينجر فاكشر تكنيك مش مهمه قوي يعني عايز اوصل لك ان الليفر ما بيتقطعش فيه بالمشط لا ولا بالدايسم العادي لا ده له ادوات معينه للقطع اشهرهم هو ده خلاص لما قلت لك ازاي بتقطع في الليفر قول لي الكوزه لو قلت له ده يبقى كفايه قوي طيب ده مش لحد دلوقتي مش هكتب حاجه في النظر خلاص اللي هكتبه في النظر بقى تايبس اوف هيباتيك ريسبشن ده انا عايزه لان ايه تريتمنت اوف هيباتيك سيلو كارسينوما؟ هيباتيكتومي
هيباتيكتومي ده اللاين اوف تريتمنت. طب هتكتب هيباتيكتومي في الستوب؟ لا طبعا لازم تكتب هيباتيكتومي. تيجي تحت منها ركز معايا، هتقوم راسم لي الرسمه دي الاول، ترسم الرسمه دي الاول وبعدين تكتب لي تحتها مين؟ تايبس اوف هيباتيك سكشن. يعني مش هتشرح لي السيرجيكال سيجمنتيشن والقوانين، لا ده انت هترسم الرسمه بس وبعد كده تكتب تحتها مين؟ تايبس اوف هيباتيك سكشن. طبعا التايبس تكتب لي كل نوع وشيت سيجمنتين كل نوع اللي انا قلتها. خلاص يا جماعه ده الايه؟ السيرجيكال سيجمنتيشن والقوانين. حاجة ناخد ايه يعني؟ دكتور الراوند يا دكتور. ايه يا دكتور الراوند صح؟ بس ليه فصل؟